شكرا سيد رئيس اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ونحن بصدد نقاش مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 سنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ولأنه احنا مشرعين ودورنا بالدستور هو دور تشريعي ودور رقابي. في البداية نحب نتفاعل كان تسمح مع جملة من التدخلات اللي كانت موجودة حفظا للتاريخ وحتى نكونوا صادقين مع أنفسنا. في شهر جويلية جاني الزميل صابر قال لي نحبوا نعملوا دورة استثنائية. علاش زميلي؟ على خاطر عنا أكثر من 30 مبادرة تشريعية تقدموا بها النواب ونحبوا تكون فرصة باش ندرسوهم. يصحوا على المبادرة هذه أكثر من 70 نائب لكن ما تصيرش الدورة الاستثنائية. علاش ما تصيرش؟ ممكن الزملاء في مكتب المجلس ينجموا يقولوا لنا لأنه كيف يطالبوا أكثر من 70 نائب بعقد دورة استثنائية حسب ما يذكر النظام الداخلي وما تصيرش علاش؟ واليوم نحبوا نحكيوا أنه نعملوا دورة استثنائية قبل الجمعة من اللي توفى العطلة. فهذايا وقائع لابد من أنه نقف عليها لأنه مش أول مرة يتم الزملاء النواب اللي كلنا كيفنا كيف بعضنا واللي مكتب المجلس واللجان ورئيس المجلس احنا انتخبناه فنلقاه في مبادرات حتى نتاع زملاء وقت اللي يقدموها لتنقيح المرسوم 54 بقطع النظر على موقفنا منه الا انه حتى كي صار استعجال النظر الا انه هذا ما صارش وفي كل مره يتم الدوس على اراده النواب وعلى النظام الداخلي. انا نحب نقول مبادرات النواب نحكيو على احنا مش مكتب ضبط واحنا مشرعين. احنا رانا 30 مبادره تشريعيه مقدمينها. ومقدمينها نواب كيفنا كيفكم. ما تنظرتش فيها وما تحطتش والكلام هذا الناس كل تحكي فيه وتحكي فيه في التراكن، لكن انا خاطر حتى حد ما يعامل علي مزيه وفما قران قسمت عليه كل كان الواقع والموجود. وعنده حتى حد لا يرهبني لا يخوفني ولا من فوق ولا تعليمات ولا كذا ولا فلان يحب ولا فلتان يحب. فما إرادة متاعنا وقناعاتنا نمارسوها. أنا مع تنقيح القانون الانتخابي. والقانون الانتخابي لازم يتنقح وفيه العديد من الجزئيات والهناد اللي لازم يتم النظر فيها. لكن التوقيت صحيح القوانين فماش قانون يقول يتنقح ولا ما يتنقحش. فما معايير دولية وفما عرف وفما منطق. لا أنا نوثق في مداخلتي مش نوثق في كلام حد. أنا عندي مداخلة مقتنع به اللي يقول فيه نحب نوثقه. شنو اللي يمنع؟ كيف انه تمت فما ناس ما خلاتش انه الجلسه تكون موثقه، انا هذا موثقه ماهوش لايف وماهوش قاعد يتعدى على الفيسبوك، لكن هذا انا موثقه، هذا كلامي سي ياسر ماهوش كلام الزملاء، هذا رايي وكلامي، وكان فما في النظام الداخلي اللي يمنع الشيء هذا، قل لي زملاء في الجلسه العامه رغم اللي فما نقل مباشر وقاعدين يوثقوا، فانا نوثق في المداخله نتاعي. دونك بالنسبة لي تو قاعد قطع فيا تكلموا 10 من الناس من جهة المبادرة ما تكلمتش وأنا قاعد قطع فيا سيد رئيس اللجنة. لأنه أول حالة أنا نسجل في الكلمة نتاعي ومقتنع بكلامي، دونك أنا نسجل في كلمتي. إي لا أنا فاهمك أنا فاهمك رئيس خلينا نكمل تو الكلمة نتاعي. إي أنا بالنسبة لي نوثق في الكلمة متاعي، مانيش نوثق لا في كلمتك لا في كلمة أي زميل من الزملاء، هذا كان فما في النظام الداخلي ما يمنعه، تفضل اقرا النظام الداخلي. يا سيد رئيس اللجنة نكمل عندي نقاط ما تفزدليش الترتيب متاع النقاط اللي نحب نطرحها. دونك بالنسبة لي في النقاط المعروضة اليوم في القانون المقترح. 10 زملائي من المحترمين من النواب من جهه المبادره تدخلوا. ما سمعت حتى زميل تاع
تحدث وتعرج على فصل من الفصول او نقطه من النقاط المطروحه اليوم في القانون المعروض علينا، ونحكيه وكان معناتها على المحكمه الاداريه وهو مخترقه وهو غير محايده وهو عصابه، معناتها هذا الكل نحكيه فيه. والنقاط اللي وردت في المشروع القانون رانا مشرعين نحكيه، فما مقترح معروض علينا، واللي سيد رئيس اللجنه وسيد اعضاء اللجنه وسيد مكتب اللجنه نحب نقول وناكد وننوه على هذا، انه اليوم القانون هذا يشمل هيئه الانتخابات اللي عندها الولايه كامله على الانتخابات، ضروري نسمعوها. يشمل محكمه المحاسبات اللي يشملها القانون الانتخابي، ضروري نسمعوها. يشمل المحكمه الاداريه، ضروري نسمعوها. فمش معقول انه قانون بهذا الحجم وبهذا الشكل وفي هذا السياق يتعدى لجلسه عامه ولمكتب المجلس ولا تتم الاستماعات ولا تبرمج الاستماعات الى الجهات اللي يشملها القانون. القانون هذا يفهم محكمه محاسبات ومحكمه اداريه اللي هما محكمه محاسبات وكلهم هذوما، نحب نقول من خيره كفاءاتنا ومفخره تونس وعبر عقود. والمحكمه الاداريه في وقت بن علي كانت ناس تربح احكامها ضد الدوله، وهذوما ناس نعرفوهم وكفاءات، فعيب الكلام اللي يتقال في حقهم لانه نحبوا نهزوا طرف او طرف. وكل كلامك النواب شرفاء والنواب الكلنا شرفاء، النواب انه كل واحد يحاول يستميلنا في كل قانون، وهذا النواب الشرفاء وهذا مش نواب شرفاء وهذا ما ادري شنو وهذا لا. فما قانون نقترحوها نجيب زميل زوز زملاء مصحين على القانون وممضين عليه، وقت اللي جيت نسال فيهم على جزئيات في القانون ونحكي معاهم قلت له كيفاش نسحبوا اختصاصات محكمه المحاسبات، وكيف قال لي دخل محكمه المحاسبات مش موجوده في القانون، معناتها ناس مش مطلعه على القانون وتحبوا هذايا انا معناتها نتعداو رانا مشرعين ومحسنين من الاخطاء. لا لا اللي يا رئيس لجنه فما ناس حكايه كلام اكثر من هذايا، فما كلام تقال اكثر من هذايا وما حبستهمش في الجلسه. لا فما ناس تكلمت كلام في الجلسه اكثر من هذا ما وقفتهمش. لا لا انه شنو؟ هذا شو قالوا؟ هذا شو قالوا؟ هذا شنو اللي قالوا؟ هذه الناس شنو اللي قالته؟ وقت اللي نستفسروا.